هدد المرشد الأعلى لإيران بوقف تصدير النفط في المنطقة في حال تسببت واشنطن بوقف النفط الإيراني من خلال عقوبتها المستمرة على الاقتصاد الإيراني. ومن جانب آخر، أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية عن بناء مصنع لإنتاج أجزاء الدوران اللازمة لتشغيل ما يصل إلى 60 وحدة طرد مركزي يوميا في تصعيد لمواجهة واشنطن بشأن النشاط النووي الإيراني. وقال علي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إن المصنع الجديد لا يمثل انتهاكا لشروط الاتفاق، حيث تم بدء العمل بإنشائه قبل الاتفاق حسب تعبيره. وجاء الإعلام بعد شهر من إعلان المرشد الأعلى الإيراني أنه أصدر توجيهات للهيئات المعنية بأن تستعد لزيادة القدرة على تخصيب اليورانيوم إذ انهار الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية بعد انسحاب واشنطن منه.